بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم، أهلا أخواتي، مرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا بخير. جبت لكم حلوى تاع الجلجلان، هذه حلوى ما شاء الله عليها جبنينة غنية بكالسيوم، على خاطر الجلجلان فيه كالسيوم بزاف. إن شاء الله تجربوها لولادكم وليكم نتوما الكبار تاني. بسم الله، هذه المقادير درت 125 غرام تاع مارغارين، قابسة هذه اللي فيها الطرق ديروا الربع نتاعها كما راكم تشوفوا، تجي مغرفة كبيرة مليح معمرة. هذه الكمية 125 غرام جلجلان. هنا حمصته مليح ورحيته، زيت ديال 5 ملاعق كبار تاع زيت، زوج مغارف سكر، ملحي سكر طب، خلط بالفوي مليح تولي على شكل كريمة، الزبدة تكون بدرجة حرارة المطبخ ما تكونش في الثلاجة، قرصة ملح، زوج حبات بيض، خلطو مليح بالفوي، اللي تحب تستخدم الباتور ديرو معليش. نضيفو كاس تاع جلجلان، واللي ما تكونش عندها ديري نص. انا حبيت الحلوة تاعنا تكون غنية بكالسيوم. خميرة كيميائية تاع الحلويات، درت نص مغرفة تاع صغيرة تاع قهوة، ونلمو العجينة بالفرينة حتى تلتمنا، وندير نخلوها طرية، نخلوها ما نيبسوهاش باش الجلجلان يلصق لنا فيها. هنا نستخدم يدي بصباعي نلم العجينة، نلم مليح، سهلة في نص ساعة هاد الحلويات تكون جاهزة معاكم، اقتصادية. هاي تحصلت على عجينة طرية، ندير محلابش كما راكم تشوفوا هكا، نجيب السكين ونقصوهم مقروضات صغار. هنا الشكل يرجع لكم ليكم، الشكل اللي تبغوا ديروه ديروه. انا عبرت على حساب لي كيسات نتاعي كما هكا، نتوما عبروا الشكل قدر ما تحبوا، نتوما الشكل كبير صغير كما تحبوا، قطعوه بالسكين وسقموها مليح مليح، حطوها في الجلجلان، راها طريه الجلجلان يلصق فيها بكل سهوله. خاصة اللي ما يحبوش الكاطو يكون حلو بزاف، هاد الحلوة تجي ما شاء الله. واللي يحبوه حلو بزاف يعسلوه من بعد ما يطيب، نعسلوه مليح يجي حلو. حطوه في الكيسات في الصينية، والكوشة تكون شاعلة على النار متوسطة. نكملوا كامل الكمية كما راكم تشوفوا، ان شاء الله الطريقه تكون واضحه قبلتكم. يعني الجلجلان اللي في الاول حمصته وطحنته، هذا ما حمصتوش خاطر كي طيب يتحمص في الكوشه. نجيبوا حاجه كيما هكا، نتقبوا الحبه في الوسط بسكين ولا باي حاجه، اي حاجه تكون عندكم هذيك، باش من بعد نحطوا فيها لي سوفيز ولا اي حاجه نزينوا بها، ولا تخلوه حتى كيما هكا راه مليح، ولا تدخلوا فيه حبه كاوكاو ولا حبه لوز تاني، هذا للتزيين. نكمل كامل الكميه، شي حبه
أكلت لهم حبيبات لوز في الوسط، وهادو دوقهم ما ندير فيهم فواكه مجففة ولا أي حاجة تحبوا تزينوا، نديرهم بالتقبة باش كي يطيبوا نجبروا نحطوا فيهم. جاتني صينية كنشوفو، جات ما شاء الله طيب تم التحت كي طابو مليح، عاد حمر تم الفوق. حنا نعسلوهم هادو الفواكه المجففة، كل حبة كاطو ندير لها مغرفة تاع عسل وهو حامر عاد ساخن مليح ملي عاد خرجتو من الكوشة. اللي ما يبغيش الحلو بزاف يدير نص مغرفة. عسلوهم مليح خلوهم حتى يبردو مليح، من بعد بدلهم هاد لي كيسات خاطرش هادو طابو فيهم. وزينوهم كيما راكم تشوفو هكا بالفواكه المجففة. يجيو بنا والله غير ما شاء الله. هذا الكرز مجفف، حبة قسموها على زوج وحطوه في هذيك البلاصه في الوسط تاع حبة الكاطو. اللي ما يبغيش يحمرو بزاف ما يحمرش الكاطو بزاف، نحنا نحبوه محمر. حمرته كيما هكا تشوفوا لا غاي شاهي ما شاء الله، مع القهوه ولا مع لاتاي يجي بنين. حتى بعد العيد ان شاء الله تولوا حلوة للعسل، توجدوها في دقائق تكون جاهزة معكم. هنا حبيت نقول لكم على هاد الكيسات، ماذا بكم اللي طيبوا فيهم يكونوا كما هذا كما هكا تاع كاغط باش ما ينحرقوش، ويتحطوا فيهم يكونوا كما كيبريو تاع فضيين ولا ذهبيين. انا في الاول كان عندي الاخرين على هذه تاع هذوك، بصح معليش. المهم الحمد لله جا كاطو شباب وجا بنين، وبارك الله فيكم حبيباتي على التعليقات الرائعه. واللي دخلوا معنا جداد ما تنساوناش اشتراك ولايكات، واللي نسات تطلع الان دير لنا جيم. واستودعكم الله، مع السلامه.